تعالوا بقى نروح بالراحة كده ونشوف النظام مطلع لنا مين يتكلم علشان يرد على موضوع الصواب ده. احمد موسى اختار استراتيجية القفز على الحدث. يقول لك ايه؟ احنا فاشل. طالع يقول لك احنا فاشل او بناخد اللقطة. هو ما لكش دعوة. انما المشاريع دي تتعمل من فلوس الشعب المصري. هو بيقول لك ايه؟ كفايه على السيسي اللي عمله في 3 يوليو و14 اغسطس. الحقيقه ان السيسي ما عملش غير كده. هد البلد في 3/7 وقسم الشعب نصين وورط الجيش والشرطه في دم الالاف من الابرياء في يوم 14 اغسطس. احنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها كنا هنحقق فقط 20 ل 25% مما حققناه.